السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنبدأ إن شاء الله في مثال جديد معانا من ضمن تطبيقات البروبلم سولفينج على الجافا سكريبت. المثال بيقول لك إيه؟ بيقول لك والله اكتب فانكشن بتاخد تو بارامترز. ماشي، اكتب فانكشن أهو أيا كان اسمها، وليكن أنا أسميها فانكشن سترينج مثلا. ماشي شكرا، سترينج كاركتر مثلا، أو كاونت شور مثلا. حلو، بتاخد اتنين بارامتر وليكن هي بتقول لك اهو، بيقول لك الفيرست بارامتر هو عباره عن سترينج مكون من كلمه واحده. ماشي، انا هعتبره سترينج اهو. حاضر، وتاني بارامتر عباره عن ايه؟ عباره عن كاركتر. ماشي، هسميها شور. طيب بتعمل ايه بقى الفانكشن دي؟ قال لك اهو، بتعمل كالكوليت، بتجمع او بتحسب النمبر اوف تشارز ذات ابير ان ذا سترينج. يعني بتقول لك بالبلدي كده، شوف ان انت مديني سترينج مثلا وليكن كلمه، وقال لك وان وورد وليكن مثلا اتش 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 بي مثلا يعني. وقال لك تعمل ايه؟ قال لك شوف لي، اديني الشار بقى الاتش ده، الاتش ده متكرر كام مره جوه السترينج ده. فمتكرر، المفروض الناتج بناء على العمليه دي يطلع 3. ليه؟ لان الاتش متكرر، لو اديته البي يطلع بعد اذنك واحد، لو ما اديت له سترينج فاضي ساعتها ما يطلعش حاجه خالص، يطلع بصفر. واضحه الفكره؟ يبقى انا هدي له سترينج وهدي له كاركتر، انا بدور على الكاركتر ده متكرر كام مره جوه السترينج. ممتاز. فواحده واحده بقى، قال لك السترينج معلومه عشان هتساعدنا، السترينج هو عباره عن array of characters. يعني لو انا عندي سترينج كده let مثلا x بتساوي حمزه كده، فقال لك لو انا قلت اطبع لي الاكس اوف صفر هيطبع لك اول حرف اللي هو حمزه ده. ليه؟ لان ده عباره عن اري اوف كاركتر، الاندكس بتاع كانه اري يعني، ده صفر وده واحد وده اثنين وده ثلاثه وده اربعه. ممتاز. هستخدم المعلومه دي ان انا هقعد الوب، يعني همشي على كل حرف جوه السترنج واشوف والله هل هو بيساوي التشار ولا لا. والله لو كان بيساوي تشار خلاص اعمل مثلا عندي عداد يقعد يجمع واحد. تاني هعمل عداد كده مثلا كاونت بدايته بصفر. الكاونت ده كل مره هيزود واحد في حاله ان التشار ده اللي هو البي كان موجود جوه السترنج. طب ازاي الف على كل حرف جوه السترنج؟ ما احنا قلنا السترنج هو عباره عن اري اوف كاركتر، فبما ان في اري يبقى لازم يكون في فور لوب. فاقول له والله فور لوب بدايتك الاي بصفر، والاي اقل من ايه؟ ايوه بالظبط، السترنج دوت لينث. سترنج دوت لينث يعني عدد الحروف بتاعه السترنج. ممتاز. بعد كده الاي بلس بلس، خش بقى تشيك هل ال str of i او اللفه هيكون بالاتش، تاني لفه هيكون بالاتش الثانيه، تالت لفه هيكون بالاتش الثالثه، رابع لفه هيكون بالبي، وهكذا. هل ال str ال str of i بيساوي الشار بتاعتك، الشار ده اللي هو البي؟ هل الباشا ده اسف ال string of r of i يعني اول مره هيبقى باتش، هل الاتش بتساوي البي؟ لا. طيب هل الاتش الثانيه بتساوي البي؟ لا. هل الاتش الثالثه بتساوي البي؟ لا. هل البي دي بتساوي البي؟ ايوه. في حاله ان لقى فعلا في يعني اتشار او الحرف اللي انت بتدور عليه موجود جوه السترنج، زود بعد اذنك الكاونت بواحد. غير كده ما تعملش حاجه. لو ما مش موجود خلاص يا باشا ما تعملش حاجه. طب بعد ما يخلص الفور بعد اذنك اعمل لي لوك للكاونت ده يا باشا. تعال نجرب، تعال ابعت له كاونت اتشار وتبعت لي اللي هي اتش 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 بي وتبعت لي حرف البي. لو انا سيفت كده اهو ورحت عملت ريفرش لقيته فعلا كرر مرة واحدة. طب لو جيت بعت له الاتش متوقع ان هو يطلع لي 3 مرات. مظبوط. بعد اذنك يا باشمهندس زي ما عودتنا اعمل لنا تريس. عينيا حاضر. تعالى واحدة واحدة. السترنج بتاعك اهو معاك اهو اتش 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 بي. ممتاز. أول حاجة الكاونت بصفر. تمام. الاي بتساوي صفر. قشطة حاضر. أدي الاي بتساوي صفر. هل الاي أقل من الاس تي ار دوت لينس؟ اس تي ار دوت لينس يعني عدد الحروف اللي موجودة جوه السترنج ده. بالنسبة لي 4 دلوقتي. ممتاز. خش بعد اذنك بقى اعمل لي تشيك للباشا ده. ال str of i str of 0 قيمه ال str of 0 اللي هي اول حرف معاك اللي هو ال h. تمام. قيمه ال h هل بيساوي التشار اللي انت بعته اللي هو كان h؟ هل ال h بتساوي ال h؟ ايوه فعلا. يبقى بعد اذنك زود لي الكاونت بواحد، كان بصفر هيبقى قيمته بواحد. ممتاز. الخطوه اللي بعد كده ال i بتساوي واحد، هل الواحد أقل من أو يساوي الأربعة؟ أيوه فعلا، الواحد أقل، آسف أقل مفيش يساوي، أقل من الأربعة،
ممتاز، هات لي يا باشا المعادلة دي تاني بعد إذنك. اتشار اوف اي، الاي دلوقتي قيمتها بواحد، فين السترنج ده؟ اسف، السترنج اوف اي، الاي دلوقتي قيمتها بواحد، السترنج اهو هات لي الاندكس واحد، فبرضه هيجيب لك اتش. ماشي، هل الاتش بتساوي قيمة الاتشار؟ قيمة الاتشار، فالاتشار فعلا برضه قيمته باتش. ممتاز، زود على الكاونت واحد، قيمته القديمة بواحد بقى اصبحت قيمته باتنين. اللي بعد كده الاي بتساوي اتنين، هل الاتنين اقل من الاربعة؟ ايوه، شوف يا باشا السترينج اوف اي اللي هو الاندكس بتاعك دلوقتي 2، قيمه الاتش هل بتساوي فعلا الاتش؟ ايوه، زود الكاونت بواحد، حاضر بقى ب 3، الاي بتساوي 4، اسف 3، هل الثلاثه اقل من الاربعه؟ ايوه، هل الثلاثه اقل من الاربعه؟ ايوه، شوف لي بقى السترينج اوف اي، الاي دلوقتي قيمته الاندكس بتاعته ب 3، يبقى الاس تي ار اوف الثلاثه اللي هو البي، هل بيساوي الاتش؟ لا، ما تعملش حاجه، خلاص دخل جوه الاف ما عملش حاجه. طيب بعد كده زود الاي، هل الاي قيمتها دلوقتي ب 4، هل الاربعه اقل من الاربعه؟ لا، شكرا، ما تكملش، يخرج بره الفور دي ويطبع لك الكاونت في الاخر. طيب جيت انت قلت لي يا باشمهندس لو انا قلت له الاتشار مثلا وليكن ان، تعالوا كده نشوف ايه اللي هيتبع لو سيفت كده وعملت ريفريش، طبعا بالنسبه لك صفر اهو، لان ما حصلش اصلا فكره ما دخلش اصلا جوه اللوب، ما دخلش جوه اللوب، جه هنا شاف كده فين او الان، لا طبعا هو دخل جوه، اسف، دخل طبعا جوه اللوب بس ما زودش خالص الكاونت، يعني كل مره اول لفه الاتش بتساوي الان، لا طب الاتش التاني بتساوي الان، لا طب الاتش التالت بتساوي الان، لا طب الاتش رقم بي ده بيساوي الان، لا ما دخلش اصلا جوه الاف، فخلص الفور لي الفور دي كلها، والكاونت بتاعك كان اصلا قيمته بصفر، فطبع لك فعليا الصفر. واضحه؟ عيدها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، واكتب اللوجيك بإيدك، ممكن تخترع لوجيك تاني عادي خالص، مفيش أي مشكلة. ده طبعا باعتبار إن هو هيديني، أنا كاتب هنا كده 1 وورد، طب لو كذا وورد بقى، طب لو في سبيسز، لو في حروف بقى، حاول أنت تفكر في اللوجيك بتاع الحاجات دي. ممتاز جدا جدا، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، ما ننساش دايما ندعي إن ربنا يحسن خاتمتنا ويثبتنا عند السؤال، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.